أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الصحة أولا من فرانس 24. في حلقة اليوم نستضيف دكتور أمير النجار لفتح الملف التالي: العلاج الجديد بالتحفيز المغناطيسي، ما هو ومتى نلجأ إليه؟ في هذه الحلقة تشاهدون روبورتاجا عن دراسة طبية حديثة تكشف عن ابتكار شريحة إلكترونية ذكية يمكن بواسطتها التحكم بالدماغ والمزاج، ومن ثم سيجيب دكتور أمير النجار عن أسئلتكم التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. أرحب بك دكتور أمير النجار، تحياتي لك وشكرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من فرانس 24 ومن خلال برنامج الصحة أولا. هل من الممكن في البداية أن تقول لنا ما هو هذا العلاج الجديد الذي يعتمد على التحفيز المغناطيسي للدماغ، وهل هناك أنواع منه؟ تفضل. تحياتي مدام سونيتا، شكرا لك على الاستضافة. بالبداية، التحفيز المغناطيسي هو عبارة عن علاج حديث، ولكنه اكتشف قديما، فنستطيع أن نذكر فارادي عندما اكتشف كيف ممكن أن نولد مجالا مغناطيسيا عن طريق تمرير تيار كهربائي في سلك نحاسي بسرعة شديدة. عندما ولكن بدأ استعمال التحفيز المغناطيسي في العلاج الطبي ابتداء من عام 1930، ومن ثم تطورت الأجهزة حتى حديثا منذ تقريبا 30 سنة بدأ فعلا استعماله. الفكرة الأساسية أن قشر الدماغ يتكون من مليارات الخلايا الدماغية التي تتصل ببعضها عن طريق سيالة كهربائية، والفكرة هي أننا عندما نحرض هذه السيالة الكهربائية عن طريق التحريض المغناطيسي ممكن أن نحسنها أو أن نضعفها حسب المرض العصبي الموجود لدينا. والأنواع؟ والأنواع، هناك تحفيز مغناطيسي بتوتر عالي، وهذا يؤدي إلى تسريع السيالة العصبية أو التي تنتقل بين الخلايا الدماغية، وهناك تحفيز عصبي بطيء التوتر، وهذا يؤدي إلى تثبيط السيالة العصبية. ولذلك حسب المرض العصبي ممكن نحن أن نستعمل العلاج. فمثلا بعض الأمراض مثل أمراض الصرع مثلا، هناك يكون زيادة في التحفيز العصبي، ولذلك نستعمل تحريض مغناطيسي بطيء التوتر أو منخفض التوتر. وعندما يكون لدينا أمراض عصبية يكون فيها سيالة عصبية بطيئة، نستعمل عالي التوتر لتسريع هذه السيالة العصبية، وخاصة في علاج بعض الأمراض مثل الاكتئاب أو الألم المزمن. شكرا لك دكتور أمير النجار على هذه المقدمة التي سمحت لنا بالدخول قليلا في هذا الموضوع الجديد. الآن ننتقل إلى هذه الدراسة الطبية الحديثة التي تكشف عن ابتكار علماء كوريين لشريحة إلكترونية ذكية يمكن أن تتحكم بمزاجنا عبر الهاتف الذكي من خلال إرسال رسائل إلى الخلايا العصبية في الدماغ، ويعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامها مستقبلا في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون والاكتئاب. كل التفاصيل في هذا التقرير، تعالوا نشاهد. ثورة جديدة في مجال الصحة تضع التكنولوجيا في خدمة جسم الإنسان، حيث تمكن علماء من كوريا الجنوبية من ابتكار شريحة إلكترونية متناهية الصغر يمكن بواسطتها التحكم في الدماغ والمزاج، وتكون مرتبطة لاسلكيا بهاتف ذكي يقوم بدور جهاز التحكم عن بعد في هذه الشريحة. هي عبارة عن غرسة دماغية تثبت داخل الدماغ وتشحن من خارج الجسم، وحسب تقرير نشرته جريدة ديلي ستار البريطانية، تستخدم هذه الرقائق النانونية المزودة بتقنية البلوتوث الضوء لإرسال رسائل إلى الخلايا العصبية في الدماغ، ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدامها في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل باركنسون والاكتئاب. ويشير العلماء إلى أن الغرسة الدماغية مصنوعة من بوليمير حيوي فائق النعومة ومتوافق مع المواد الحيوية التي تكون أنسجة المخ وتستهدف خلايا عصبية معينة في الدماغ.
كما يمكن تشغيل هذا الجهاز في أي مكان وزمان للتعامل مع الدوائر العصبية، ما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لفحص وظائف الدماغ. ما رأيك دكتور أمير بهذه الدراسة؟ هل من الممكن أن تكون نافعة كالتحفيز المغناطيسي؟ بالتأكيد بالتأكيد. أنا أحب أن أذكر أن تنبيه الدماغ أو قشر الدماغ هناك نوعين، هناك تنبيه كهربائي وهناك تنبيه مغناطيسي. التنبيه الكهربائي هو تنبيه أشد، أكثر انفازيف، يعني تحريضا. نعم. بينما التنبيه المغناطيسي هو أكثر نعومة، فلذلك التنبيه المغناطيسي والكهربائي لديهم بالنهاية نفس الهدف، وهو تحريض بعض الخلايا الدماغية التي تكون فيها ضعف لحثها على العمل أكثر وتحسين الأعراض المرضية والمرض. فمثلا مرض باركنسون، نحن عن طريق التحفيز المغناطيسي ممكن أن نحرض منطقة في الدماغ هي المنطقة الدورسولاترال أو المنطقة الحركية الأولى، وعن طريق التحريض ممكن أن نحسن أعراض مرض باركنسون. ولذلك ليس لدي أي شك أنه ممكن عن طريق هذه الصفيحة الكهربائية أيضا تحريض وتحسين المرض مرض باركنسون. شكرا على التعقيب. يا ترى مما يتكون جهاز التحفيز المغناطيسي وكيف يعمل بشكل سريع؟ نعم، جهاز التحفيز المغناطيسي هو عبارة بالأساس عن منبه أو ما نسميه البوبين، الذي هو عبارة عن محرض يوجه أمواج مغناطيسية بتردد معين، وهذه الأمواج نحن نوجهها خارج القحف، وعندما تتوجه هذه الأمواج المغناطيسية تتجاوز القحف وتصل إلى قشر الدماغ، وعندما تصل إلى قشر الدماغ تبدل السيالة الكهربائية الموجودة في بعض المناطق العصبية حسب المرض الذي نريده أن نعالجه. ولذلك الآن الأجهزة الحديثة لديها كلها موجهات دقيقة، بحيث أننا نستطيع أن ننبه على بشكل دقيق جدا الخلايا المصابة أو الخلايا التي نريد تنبيهها. فمثلا في بعض أمراض مرض الاكتئاب نريد دائما أن ننبه قشر الدماغ الأمامي الأيسر، فنستطيع عن طريق المنبه أن ننبه هذه الخلايا وتحريضها على العمل أكثر، ومن ثم أعراض المرض تتحسن. فالشيء الأساسي في الجهاز هو الموجه والمنبه. نعم، هذه التقنية هي من أحدث الطرق المستخدمة حاليا في علاج العديد من الأمراض العصبية كما ذكرنا، ففي أي حالات تنفع أيضا بشكل سريع دكتور أمير؟ نعم، في الحقيقة الفكرة الأساسية هي تنبيه أو تثبيط الخلايا. فكل الأمراض العصبية التي يكون فيها خلل في كهربائية الخلايا أو الناقلية الخلايا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة، ولكن حاليا ما ثبت علميا وثبت انتشاره بشكل واسع هو علاج مرضين أساسيين هما الاكتئاب المستعصي على الأدوية المضادة الاكتئاب، والمرض الألم المزمن، وخاصة بعض الأمراض مثل ما نسميه مرض شائع حاليا هو الفيبروميالجي، الدلو، الألم المنتشر الذي لا نعرف سببا له، والنوروباتي، الألم الناتج عن اعتلال الأعصاب. نعم، هل هناك آثار سلبية لهذه الطريقة، لهذه التقنية؟ لا يوجد أي آثار سلبية، وهنا ميزة هذا العلاج أنه عبارة عن علاج بدون آثار جانبية، ولذلك يمكن في المستقبل أن يكون استعماله واسع جدا، لأن هذا ليس لدي بعض الآثار الجانبية، ممكن أن يسبب قليل من الصداع بعد الجلسة التي ممكن أن تدوم 20 دقيقة، بعد الجلسة ممكن أن يشكو المريض من قليل من الصداع، ممكن أن يحدث وبشكل نادر جدا أحيانا نوبة صرع مثلا، ولكن هذا
أنا نتيجة خبرتي خلال 5 6 سنوات لم أشاهد أي نوبة صرع نتيجة استعمال هذا العلاج. شكرا لك. ننتقل الآن إلى أسئلة مشاهدينا الذين كتبوا إلينا على صفحة الصحة. أولا، وداد من المغرب: أعاني من نوبات الشقيقة منذ حوالي 2 عامين، لم ينفع معي أي علاج، هل ينصح الدكتور بالخضوع للتحفيز المغناطيسي؟ في الحقيقة لم يستعمل التحفيز المغناطيسي في علاج الشقيقة. الشقيقة لديها علاجات أخرى، ممكن أحيانا التنبيه الكهربائي أو ما نسميها التنس أو ستيميلاسيون عابر الجلد ترانس ديرماتولوجيك، هذا ممكن يستعمل في علاج الشقيقة ولكن ليس التحفيز المغناطيسي. شكرا. أحمد من السودان، آخر سؤال: هل تساعد مضادات الاكتئاب في علاج طنين الأذنين بشكل فعال؟ مضادات الاكتئاب استعملت في علاج الطنين أو ما نسميه الأكوفين، ولكن للأسف ليس لديها فعالية كثيرة، وهنا يأتي دور التحفيز المغناطيسي في علاج الطنين، حيث يوجد العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية التحفيز المغناطيسي في علاج الطنين المزمن. شكرا لك. شكرا لكم على متابعتكم مشاهدينا لحلقة اليوم وعلى تفاعلكم الدائم مع برنامجنا. تستطيعون التواصل معنا دائما من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة أولا، أو على حسابي على الإنستغرام. نعود إليكم مع حلقة جديدة. دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء.